ماذا يسمى الموضع الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة؟ وهل فيه دعاء يقال ويقبل؟ سمى الملتزم، يستحب الوقوف فيه والدعاء، لكن ما يتعلق بالكعبة أو بأستار الكعبة، يقف ويدعو بين الحجر وباب الكعبة، يقف في هذا المكان إذا ما فيه زحمة ولا فيه ضرر. أما وقت الزحام ووقت الشدة هو يدعو في أي مكان، الله قريب مجيب ويتقبل الدعاء في أي مكان، ولا الزاحم وتسد المطاف على الناس تأثم بهذا، هذا تأثم به، لأن هذا فيه أذى للطائفين، والطائفون أولى من غيرهم. قال الله تعالى: طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بدأ بالطائفين لأن الطواف بالبيت خاص بالبيت، فالطائفون أولى. لا يجي واحد ويقف ويقول أبدعو، أو يجي جماعة ويكونون طابور أو صف ويقطعون الطواف، هذا حرام ولا يجوز، يأثمون بهذا. لكن أنت يسر لك بدون ضرر على الناس، تقف في هذا المكان وتدعو. نعم.